سلطان. اهلا اهلا، ويلكم 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 ويلكم. هلو مستر كندي، هلو هلو. بس يعني كأنك هيك شوي I don't know نحفانة عاملة سويداج، أقصد برونزاج شي ولا فاني. I like it. لا يا عظمة السلطان، أنا لست كندليزا، أنا الوجه الأخلى النقي الذكوري، لأن سيادة الرئيس قدر خطورة الموقف وحساسيته وأخذ بخاطر السلطانة شهرزاد وقدر غيرتها من كوندي، فبعثني أنا بدلا عنها. I know. Anyway، لا بأس لا بأس. الحقيقة أنا كنت بتمنى أني أشوف كوندي شخصيا، أن أتونس بها وأن أملي ناظري بإطلالتها الجذابة الساحرة، ولكن يا هلا ومرحب بكم، يا أهلا. أنا الحقيقة كنت معجبا بابتسامة الموناليزا الغامضة، ولكن بعد ما شفت ابتسامة كيندي الواضحة المفضوحة صرت حبها أكثر. وكما ذكرت لي أنت أيضا أن أنت وهي وجهان لعملتين وقفة واحدة. حسنا، قل لي ما لديك يا عظمة السلطان. سلطان أمريكستان يهديك تحياته. هذه هي تحياته فقط؟ أرى أنك خالي الوفاض. وليكن، إن يكن وليكن. لم آتي خالي الوفاض، لقد تفضل. ما هذه خارطة الطريق لكي تدلك على الطريق ولا تحيد عنه يمينا ولا يسارا. ستريت. حسنا، رئيسي سلطان أمريكستان منشغل هذه الأيام ومنهمك برسم خرائط للطرق ليعطيها لرؤساء وعظماء العالم ليدلهم على الطريق ولا يحيد عنه. بارك الله بارك الله. الحياة هو ما عم بيضيع وقته أبدا، وإن شاء الله بنقدر نكافيه يعني بهذه الجهود. حسنا، شكرا لكم. أنتوا فينكم تمشوا؟ ميسرة مهون، يلا معكم يلا. لم تنتهي مهمتي يا عظمة السلطان، لقد بدأت بالمهم لأصل للأهم، موضوع قراركم الصاعق بإقامة المدينة الفاضلة. أي مدينة؟ المدينة الفاضلة؟ حسناً، قل ما لديك. إن سيدي يرجوكم ويطلب منكم ويتوسل إليكم أن توقفوا هذا المشروع الخطر. وما علاقته هو بهذا؟ كما يرى رئيسي بثاقب بصره وبصيرته بأن هذا المشروع هو تهديد صارخ للأمن القومي لأمريكستان، وأيضا إخلال وتخبيص بموازين القوة الدولية. تخبيص وإخلال وتهديد، إنها المدينة الفاضلة يا رجل، هل تعلم ما تعني هذه الكلمة الفاضلة؟ يا عظمة السلطان، أنت تعرف أن مدينتكم الفاضلة هذه سوف تخرب مشروعنا الكبير الذي سيادة الرئيس وكوندي يريدون تنفيذه. أي مشروع هذا؟ أي مشروع هذا؟ الشرق الأوسط الجديد، The New One. بماذا يخرب؟ بماذا يتناقض؟ لكل مشروعه. مشروعكم هذا يا عظمة السلطان يتناقض مع مشروعنا الكبير الشرق الأوسط الجديد الذي نريده نحن في أمريكستان. وهل نحن هنا في شريارستان تابعين
إلى الشرق الأوسط أم الشرق الأدنى أم الشرق الأقصى؟ صدقني ما بعرف، لأن الرئيس وكوندليزا بيعتبروكوا أنتوا على الحدود بين الشرق والغرب والغرب والشرق، يعني زايعين. لن أتراجع عن إقامة المدينة الفاضلة. اسمع يا عدمة، عدمة ست حلقك وتوقف بنيعك يلعن. اكسكيوز مي ام سوري، هي هذا حرف التاء مع العربي يتيه. احين يجي مره ثانيه يا عزمات السلطان. سيدي رئيس امريكستان اخبرني بان وشوشك في اذنك، اذا انت يوافق على هذا القرار انه راح يعزمك عنده في البيت الابيض هناك. فول اوبشن. في حجز يعني طيارة و... Of course طبعا full board سكن وأكل، ويمكن بعد كمان تاكسي كم يوم معاه في كام ديفيد تتشاورون وتسولفون، ويمكن تستانس وما ترجع أبد لمشروعك هذا الخطير، ويمكن بعد ما ترجع لبلدك أنت شهرستان. فشر لن أنسى ولن أتراجع عن إنشاء وإقامة المدينة الفاضلة. اسمع يا عظمة السلطان، لقد بسطت بين يديك الجود نيوز، الأخبار السارة، فتلقى الباد نيوز. لا لا أي أي، أنا لا أهددك، I warn you، أحذرك فقط. ما إذا أقمت هذه المدينة الفاضلة فسوف نقصفها بالقنابل الذرية والانشطارية والغبية والذكية، وندكها دك حتى نمحوها من الوجود. لا تنسى يا عظمة السلطان ماذا فعلنا بهيروشيما ونغازاكي وغيرها وغيرها، كم بعد لعد؟ اسمع شو بدي لك وحطوا حلقة بدانك وبدان غيرك. إن قصفتموها وهدمتموها فهذا لا يعني لي شيئاً أبداً، سأعيد إعمارها من جديد. ما أنا فاضي، أنا فاضي وما عندي شيء إلا إقامة هذه المدينة الفاضلة، ولن أتراجع عن إقامة المدينة الفاضلة. ونحن كمان فاضين، وسوف نقصفها مرة أخرى وأخرى ونهد على راسك. إلا إذا انهدمت على راسي وانكسر وتهشم وانطمر تحت الأنقاض، وقتها ما بقدر عود ارجع ابنيها واقيمها من جديد، لانه راسي هو الاساس ومنه منبع الافكار. لقد حذرتك، استاذن يا عظمه السلطان لاذهب الى امريكستان. السلام عليكم. درب السد ما يرد، استنى شويه قبل ما تروح. خذ هذه الخريطه، خريطه الطريق هذه، رجع على صاحبك، أعطيها لغيري، يمكن غيري تلزمه، أنا ما بتلزمني. أنا ما بحب أمشي على خريطة، بحب أمشي هيك على عمياني. بعدين إذا لزمني خريطة بروح بجيب واحدة من دارة السياحة. يلا 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 أمشي. باي. Shame on you. الله يا مولانا. الله يا الله. أيها الحاجب. نعم علي. هل يوجد أحد في الخارج؟ لم يبقى أحد يا مولاي. لا تحجب عني أحدا اليوم، كلما زاد التهديد والوعيد كلما قوي موقفي وتماسك وتصلب. الله يحيي الثابت. بأرى شهرزاد قليلا. كيف شايفتيني؟ ما مهم أنا كيف شايفتك، المهم تسأل كيف العالم شايفك. أنت صرت هلأ عالمي. عالمي. واو، عالمي. But you are the most important person for me. يو تو هاني، بس انت هلا ملك العالم، ملك البشريه.
لأنك صنعت المعجزة التي عجز سواك عن التفكير بها أو عن فعلها أو عن صنعها. المدينة الفاضلة. It's a miracle. It's a real miracle. I need it. بات الفضل يعود لك. لا عليك. فلقد سمعت عن مواقفك المشهودة في المجلس. بل إنه غيض من فيض يا شهرزاد. الله يستر من الفيض. اسمع منيح، إياك ثم إياك تجبن أو تتخاذل أو تتراجع مثل عوايدك. تذكر دائما أنك رجال مشورة، مالك ولد ابن سنتين. لا 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 لا، ليس هذه المرة، ليس هذه المرة. لقد عزمت وحسمت وتوكلت ولن أتراجع. عفارم عليك. لن يعيقني عائق ولن يوقفني واقف. طبعا، لأنك هلأ دخلت التاريخ وصرت جواته. بس انتبه، إذا تراجعت أو جبنت فكأنه دخلتك على الفاضي، يعني دخلت من الباب وهربت ونطيت من الشباك، يعني تي 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 مثل ما دخلتي مثل ما نطيتي. بعد الإعلان عن إقامة المدينة الفاضلة وذلك لمطالبته بالرجوع عن هذا القرار الذي أفقد الوضع العالمي راحة البال والاستقرار، استمع جمهرة من الصحفيين والإعلاميين إلى رئيسه أثناء إجازته في ولاية تكساس، وصرح لهم وهو يمتطي سهوة حصانه وبيده مضرب الجولف، وعندما سألوه صرح لهم بقوله: أكيد إنه يريد أن يقيم هذه المدينة الفاضلة ليجعلها مستودعاً لتخزين أسلحة الدمار الشامل، وهذا يعتبر تهديداً واضحاً وصارخاً وجارحاً ومباشرا للأمن القومي لأمريكستان وللعالم الحليف والصديق، وسأشكل تحالفا دوليا وأغزوه في عقر داره وأدمرها على رأسه ورأس أهله. هذا ما صرح به رئيس من مزرعته في، ثم لكز حصانه وانطلق به دون أن يعرف إن كان سينفذ تهديدا. نهاية النشرة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يعني ما عرف يخرب غير هلا؟ معقول بالوقت اللي صرت فيه انا محور الاحداث ومصدر الاخبار ومالئ الدنيا وشاغل الناس لمين يمول المتنبي؟ ايه اكيد. معقول يخرب التلفزيون؟ بدي اعرف حالي انا وين؟ اين انا من هذا العالم؟ اين انا من وجهه نظر العالم؟ ها؟ فرجيني. No or bad signal. شفتي ما راح يشتغل خلاص. ايه لحق لحق لحق، احسن ما تتاخر على شغلك على المجلس، هيك بتخربه. معك حق. خليني اروح على المجلس، خليني اعمل شيء مهم. بتحب روح معك؟ لا. معكم بأذان صاغية واستقبلكم بصدر رحب. ويلكم تو شهريارستان. كيفك المعلم؟ منيح اللي صار هيك يا مولاتي، صلك زمان ما قضيت نهار نحن وياكي. والله اشتقنا لهالجمعة الحلوة. تسلمي يا بدر البدور، بس أنا مشغول بالي كثير.
لم أكن أتوقع أن يحدث قرار مولاكم السلطان بإقامة المدينة الفاضلة كل هذه الضجة. كركبوا فوتن ببعضه. سلامة قلبك من القلق. شفتي يا مولاتي، لو أنك مثلنا جارية مو سلطانة كنتي هلأ مرتاحة وهمك بقلب غيرك. بكرة بتتجوزي وبتعرفي شو يعني جواز. الدنيا اسمي ونصيب، بس أنا مالي قدراني أقعد لحالي اليوم. حاسة هيك شي كبس على صدري كبس. إن شاء الله ما بيكبس على نفسك إلا كل شي حلو وكل شي بحبي. تسلمي يا زمرة، تسلموا إيديكي. يا ترى شو عم يصير بالمجلس عند مولاكم السلطان؟ طيب ليش يا مولاتي ما بتروحي لعنده على المجلس وبتشوفي شو عم يصير؟ شو عم تحكي انتي؟ لا تكونوا يا صبايا متضايقين من وجودي بيناتكم لاني انا السلطانه وانتم الجواري. نحن ما عنا هيك تفريقات. لا بل بالعكس يا مولاتي، نحن ما هذا كان قصتنا، نحن بنعتذر منك. هي بتقصد يا مولاتي انه انتي لازم تقعدي جنبه بالمجلس لحتى تقوي من عزمه وتشدي من ازره وينتصر على اعدائه. يعني بصراحه يا مولاتي هو ما بيعرف يعمل شيء من دونك وما بيسوى شيء بلاكي. يعني شو قلتي؟ ما بيسوى شي بلاكي. عجبني كتير حكي، بس أنا يا بنات عرضت عليه أن يكون جنبه بس هو ما رضي. قال شو؟ في رجال غبت ليه كتير بيني وما بيسوى أنكشف عليهم. طبعا يا مولاتي بغار عليك. إن شاء الله بكرة بس يعمل المدينة المنشودة ويحقق حلم البشرية ما رح يخليكي تنزلي تتفتلي على كيفك وكيف كيفك. بكرة في غربت ليه كتير بالمولات أشكال ألوان يا ريان. إيه عن جد يا مولاتي بجوز ما يخليكي. بس انتي وياها شو دخلكم المرا وجوزها؟ اه شو دخلكم من مولاي ومولاتي؟ كل وحده تهتم بشؤونها. والله شو شلون شو دخلنا؟ نحن مع المراه حبيبتي. صحيح وانا سلطاني بس منضل نسوان على بعضنا. يعني نحن يا مولاتي ما عندنا شيء شخصي ضد مولانا السلطان. بعرف انا متاكده. تسلموني كلكم، تسلموني. خليوني ناقشوا موضوع المدينه الفاضله، لعل وعسى وفقه الله في هذا المشروع. ادعوا لمولاكم السلطان. يا رب يا رب. وعندما نكون خارج الحدث تأتي الأخبار عنا. مولاي السلطان. ما وراك؟ لقد جاءوا يا مولاي. من هم؟ من جميع أنحاء الأرض، يمثلون العالم المتقدم. يعني كل واحد بيمثل مؤسسة أو سلطة أو شيء معين، وكل واحد معه عريضة أو استرحام أو كتاب أو شكوى ليدخلوا علينا. مولاي راح يدخلوا عليك جميعا؟ يا مولاي راح يطوشوا حجرك ويكركبوا بدنك ويكركبوا المكان أيضا ويوسخوا الأرض والجدران. معه حق يا مولاي، معه حق. أنا بقترح أنه ينتدبوا واحد منهم يجي يخاطبك باسمهم. واحد بس بكفي، نحن عنا شغل ما نفاضي. أيها الحاجب، لينتدبوا واحدا يتحدث باسمهم وليحمل مطالبهم إلينا لننظر فيها. أمر مولاي. يا جماعة لو سمحتوا بس تنجوا إيديكم لأنه مو من المدرسة. نحن لو سمحتوا لو سمحتوا. مولاي السلطان لحظة لحظة يا جماعة. مولاي السلطان برحب فيكم كلياتكم وبقلكم يا ريت لو بيقدر يستقبلكم فردا فردا. دمعت عينه هو عم يحكي المعلم. بحبكم كتير المعلم. بدنا اياكم تلقوا واحد منكم لحتى يفوت باسمكم جميعا يقدم طلبات. مين بت انا 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 يا جماعه لا نزل ايدك يا نزل ايدك. خلاص انت خذني الاوراق منهم والحقني. الله يوفقك يا بيت. الله يوفقك. الله يوفقك. Please don't forget your money. Make sure you get it, please. Please don't forget your money. Please. Thank you, sir. Allah. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah. وصل المندوب يا مولاي. السلام على مولاي سلطان شهريار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بالرجل المنتدب. ها اخبرنا ما لديك. يا عظمة السلطان، هذه عريضة استرحام وتوسل من اتحاد فعاليات تبييض وغسيل الاموال في العالم. لهالدرجة الاموال صارت وسخة صار بدها غسيل وكوي؟ طبعا يا مولانا، لانه المصاري ممكن تكون مبقعة وموسخة. والمتر يقول يا مولاي الفلوس وسخ للدين. طيب يعني ليش ما بيغسلوا ايديهم هيك قبل ما يستعملوها؟ يعني ما احسن؟ مو هذا اللي حصل يا مولاي.
خافوا يغسلوا يديهم بيتقشب، فلعوها هيك أسهل. طيب ماذا يريدون؟ يترجونك يا عظمة السلطان أن تتراجع عن هذا القرار، لأن المدينة الفاضلة ليس فيها غسيل أموال، أموالها نظيفة فيقفى عملهم ويقطع رزقهم. غيره؟ وهذا اعتراض من اتحاد ومصانع السيارات وتجارها في العالم بأن تتخلى عن مشروع المدينة الفاضلة. ليش؟ ليش تتخلى؟ أنا سأرفع شعارا يقول بأن لكل مواطن سيارة. بهالعملية بيصير بيع سيارات. القصة وما فيها أنه في هذا الزمان وبالليلة الثانية بعد الألف تحديدا صار في هنيك يعني استهلاك وبيع كبير للسيارات من شان عمليات التفخيخ والتفجير والقتل والتدمير وأعمال الإرهاب والاغتصاب والاختطاف إلى 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 آخره. أما بالمدينة الفاضلة فلن يكون هناك قتل بواسطة السيارات المفخخة، وبالتالي راح يقل بيع واستهلاك السيارات. برافو عليك، برافو يا أمر الزمان. وماذا بعد؟ وهذه عريضة يتوسل إليك الموقعين عليها، وهم فئات كثيرة ويقبلون يديك. يقبلون يدي؟ لماذا؟ لماذا كل من هم؟ مولانا يقبلون يديك كي لا تقطع برزقهم وتتخلى عن إقامة المدينة الفاضلة، وهم عصابات المافيا، تجار المخدرات وتجار الرقيق الأبيض. هذا هو ردي. حسنا أكمل. وهذه العريضة من اتحاد المتعاهدين والمقاولين العالمي. وما هي مطالبهم يا سندي؟ مطلب سهل وبسيط يا مولاي. سيوافقون على إقامة المدينة الفاضلة إن سمح لهم فيها بالغش والتدليس والتلاعب بالمواد والأسعار وإلغاء العقوبات على الفساد والانهيار. هذا يا مولاي السلطان اعتراض شديد اللهجة على فكرة المدينة الفاضلة التي لا يكون فيها حروب ونزاعات مسلحة وتخلو من الفتن والصراعات والاقتتال. وبالتالي هم يترجونني بأن لا أقطع لهم رزقهم. أكمل أكمل. يا سلام، وعلى ورق معطر عريضة السرحام كأنها رسالة غرام ومكتوبة بكلمات عذبة ورقيقة وشاعرية. عذبة ورقيقة وشاعرية، أعطيني خليني شمشم. عذبة ورقيقة. اقرأ اقرأ أنت يا قمر، اقرأ. بعد التحية والسلام وتقبيل عوارض السلطان نرجو منه أن يكف ويتراجع عن إقامة المدينة الفاضلة، والتي من أسوأ صفاتها أنها تخلو من الكذب والتدليس والخداع والضحك على الدقون واللف والدوران، لأنه في حالة وجودها لن يكون لنا وجود. من مين هي الرسالة؟ من تضامن الدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين في العالم الحر. وهل يوجد الكثير من هذه الرسائل؟ يوجد الكثير يا مولاي. كل هيك؟ اعتراض على إقامة المدينة الفاضلة؟ نعم يا مولاي. ألا يوجد من يؤيد هذا المشروع يا سندي؟ دقيقة لأشوف يا مولاي. بلا في يا مولاي في، بس يعني هدول بيسموهم الأكترية الصامتة، هدول صامتين محايدين، يعني بيكتبوا طلبات اعتراض بس ما بيطمعوا يمثلوا قدام السلطان، يعني لا بيهشوا ولا بينشوا. لا بيهشوا ولا بينشوا.
اللقاء، إلى اللقاء في مدينة أفضل. شرفتنا، تفضل تفضل، شرفك. استناني شوي عايزك. لحظة بس. استناني بس لحظة. الله يعطيك العافية. روح عنك. حل عنا يا العمى، تضربوا من كل هالطلبات. شو هالطلبات هاي؟ سودتوا وشي، الله يسود وشكم. روحوا يلا على الباص الاسود، يلا يلا. وين الباص الاسود جابكم؟ يلا من غير ما تروح، يلا يلا يلا. يعطيكم العافية. يلا انا دعيت الى هذا الاجتماع الكبير والحاشد والذي يضم جميع اعضاء مجلسي. انه عمل جماعي، الجميع يجب أن يشارك فيه. أريد أن يشارك الجميع في إقامة مشروع المدينة الفاضلة. الكل. This is the teamwork. We are talking about a big production here. مو عم نبني غرفة مونة ولا sitting room. Okay baby, I got it. بس أنا ما عم بفهم ليش شاحتني وراك لهون. You came up with this idea. You. أنت صاحبة الفكرة. I know. أنا دائما بجيب أفكار، بس أنا ماني مستعدة أشتغل ولا تعب حالي. ألست أنا السلطان؟ وأنت السلطانة يا شهرزاد. نحن علينا أن نفكر وعلى البقية أن ينفذوا. أنا فكرت خلاص. ولو يا حبيبتي يا شهرزاد. يعني إذا أنا دخلت التاريخ فهذا يعني أنك ستدخلين معي. لا حبيبي لا، إذا كان على التاريخ فالتاريخ دخلته من أوسع أبوابه، أما الفروع الثانية فبتركها لغيري. أنا بصراحة ناوي أوفر طاقتي كتير. شهرزاد حبيبتي، معقول تخليني ادخل التاريخ لوحدي؟ ما بدي حدا اتونس انا وياه. بعدين الكلام بسرك، انا بخاف ادخل التاريخ واصفي. التاريخ كله عتم وانا بخاف من العتمة. يا غرورك يا شهريار، يا غرورك. خلاص اعتبرت حالك دخلت على التاريخ وخلاص. حبيبي انت بعدك واقف على باب التاريخ عم تدق عليه تك 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 تك، والتاريخ يا أما بيفتح لك الباب يا أما ستفتح لي الأبواب، وسأدخل التاريخ وإلا سأخلعه. I have a master key. مولاي أرجو أن تأذن لي بالكلام. قول يا سندباد. إن كنت قد أزمعت وعزمت عزمك على بناء وإقامة وإنشاء المدينة الفاضلة التي أعلنت عنها، فإن مقر رأس الدولة، أي رأس المدينة يعني قصر السلطان، هو نواتها وأحق ما فيه، بل هو رمز عزتها وكرامتها ومجدها وعنوان وجودها. هذا أمر مفهوم يا سندباد، أمر مفهوم ومتفق عليه أيضا. أنا أرى يا مولاي أن ينصب اهتمامنا على بناء قصر السلطان، بيت الرعية، بيت الشعب، بيت الأمة. لكن قصر السلطان موجود وكبير ورحب وواسع ويلعب به خيار. يا مولاي احنا مقبلين على عهد جديد وعصر جديد، فلازم يكون قصر جديد يواكب المرحلة الجديدة. لا لا، لن أبدد خزينة السلطنة وأموالها، لن أبدد. هذا يحتاج إلى بناء قصر جديد. ثم أننا تعودنا على هذا القصر، تعودنا عليه وحبيناه، واللي ماله قديم ماله جديد يا جماعة، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. نحن راضيين فيه ولا ما راضيين؟ راضيين. صح. واللي بيرضى بعيش. حلو. لكان يا مولانا مدام أنت مقرر تخلي القصر مثل ما هو وبس بدك تعيد تراشته ودهانه، يعني ومدام عشقة الدهان صايرة وصايرة، فأنا عم أقول إنه نستغل هالمناسبة السعيدة والمكركبة، بما أننا مقبلون على عهد جديد وعصر جديد، فبنعيد دهانته بالمرة وبنطرشه طرش بلون جديد من أول وجديد. شو رأيك؟ والله فكرة كويسة جيدة، يعني مهمة وحسنة ومقبولة يا عمر الزمان. طيب ولكن ما هو اللون الذي يتناسب مع المرحلة ويعبر عنها؟
بما أنك يا مولاي اعتزمت إلى تحويل سلطنتنا إلى دولة عظمى وخاصة بعد أن تقيم المدينة الفاضلة، فأنا برأيي تطرش القصر كله من بابه لمحرابه باللون الأبيض، لأنه الأبيض بيرمز للفضيلة، والفضيلة والصفاء والنقاء والعفة، عفة السلطنة يعني. والله جبتها يا شمس النهار. هدي هدي هدي، وين جبتها يا أخي وين؟ ومتى كان مولانا يتبع غيره أو يقلد غيره؟ إنه رأس المعارضة والمعارض الأول لكل ما في هذا العالم. إن كان ولا بد فيجب أن يكون بيتنا الأبيض بأي لون إلا الأبيض. برافو مسرور. أبيض شو يا شمس النهار؟ يا مولانا نحن إذا بدنا ندهن قصرنا باللون الأبيض لازم نحسبها مزبوط، يعني بلدنا كلنا بنعرف معباية غبرة، وفي العصر الجديد وفي الليلة الثانية تحديدا بعد الألف سيعج البلد بالسيارات والطائرات والديناصورات والمتورات و و و. لا يا مولاي، أنا بليفه وبعزله والصبايا بيساعدوني. حسنا يا عمر الزمان حسنا، إذا كنا مضطرين إلى طرشه ودهنه في كل عام وكل رأس سنة فهذا إرهاق كبير واستنزاف لموازنة السلطنة وخزينتها. إذن يا مولاي خلينا ندهن عكس اللون الأبيض، يعني اللون الأسود. أولاً منغيظ صاحب البيت الأبيض، والثانياً اللون الأسود بيلأدعك. اللون الأسود لون شؤم، وأنا سلطان متفائل وأحب التفاؤل، وخاصة في هذه المرحلة الجديدة. يا مولاي هناك بعد سياسي لاقتراحي، فالعالم في الليلة الثانية بعد الألف منقسم على ذاته إلى قطبين متنافرين متناقضين متباعدين، يعني العالم هلأ يا أبيض يا أسود. يا مولاي كلام السندباد سليم، إحنا كل يوم نسمع مقولات صارخة ومعبرة عن حال الواقع، فنسمع مثلا يا مولاي عدو عدوي عدوي وصديق عدوي صديقي، فإن لم تكن معي فأنت ضدي وإن لم تكن ضدي فأنت معي، وما شابه ذلك من مواقف سياسية متطرفة. فهمنا يا أخي شو اللي بدكم تقولوه؟ لوين بدكم توصلوا؟ وصلنا وصلنا يا مولاي، ولح نزت المرسات. إذا كان هني عندهم بيت أبيض فلازم يكون عندك بيت أسود. رغم وضوحي ودقة هذا التحليل فأنا لا أحب اللون الأسود، إنهم يذكروني بالماضي. أنا أحب الحياة، أنا سلطان الحياة، أحب الألوان الفرحة المزهرة المزهزهة بغض النظر عن ألوان الصراعات السياسية الدولية. أوضحي ما تقولين يا جارية. يا أخي يا مولاي ليش أكثر عن كم بيت باللون الزهر؟ إذا الأعراب والخوالي شافوا بيتها مجهول باللون الزهر راح يطقوا ويطقعوا من الزهر، لأن ثبت بأن لون الزهر يفتح بالموت المتفاح. ولكن لون الزهر لون مايص مائع أنثوي لا يليق بقوة السلطان ولا بجبروته، أليس كذلك؟ يا مولاي لماذا لا يكون لونه حمستائي أو جردوني؟ فهي ألوان أصيلة وألوان جميلة أيضا ومعبرة، ولكنها توقعنا في معضلة وإشكال مع الإعلاميين والصحفيين والكتاب والمؤرخين، فنحن سنكون في قلب الأحداث وفي صدرها وعلى رأس الأخبار، وسوف تتناول شؤوننا وشجوننا أجهزة الإعلام والصحافة، ويكتب عنا الكتاب ويؤرخ عنا المؤرخون، وتسميات هذه الألوان صعبة عليهم. غدا وكل يوم وفي كل نشرة أخبار صرح سيد القصر السيرأوني وأعلن سلطان البيت الحمستائي، وإلى كل ما هذا، وقد يتخطفونها من هنا إلى هناك ويهجئونها. هذه ألوان وكتابتها ونطقها ولفظها مما يسبب إرباكا في الإعلام، مع إنني أحببت الفكرة لكنني مضطر لرفضها. مولاي أنا برأيي إذا بدك لون عام وستاي عمله جلد النمر مبرقع برقعة هيك على الحيطان، أما إذا بدك إياه خاص شوي فعمله ذهبي حلو الذهبي. يا مولاي هذه الجارية تظن أن في اجتماعنا الموقر هذا أننا سنختار لها قماش فستان. مولاي تأذن لي فأنا لدي القول الفصل في هذا الشأن. قل وفصل يا سيدي. في إحدى رحلاتي أيام ألف ليلة وليلة نزلت إلى شاطئ البحر لأستريح، فجاءني صوت من جهة مصر يقول ليه يا بنفسك بتبهج وانت زهري حزين. طيب وبعدين؟ فطربت لما سمعت، ليس باللحن والصوت
بل بمعنى الكلمات ومغزاها. فسر ماذا تقصد؟ لأنها يا مولاي تحمل ظاهرا حزين وباطنا مبهج. كيف أنه البنفسج بلونه يعطي شعور حزين، وكيف هي كوردة كمظهر مبهجة ومفرحة. هذا الكونتراست بين اللون والشكل. بدأت أفهم، ولكن ماذا تقصد؟ لون البنفسج يا مولاي لون الحزن في الخارج والظاهر، وذلك ليرد الحسد والعين، والمفرح والمبهج في الباطن والداخل، لأن كل ما يصدر عنه مفرح ومبهج للسلطان وللرعية. عظيم عظيم يا سندباد، عظيم. إذا سيكون اللون البنفسجي هو لون بيت رأس الدولة، هو لون بيت الأمة. ما رأيك يا عزيزة السلطانة بما سمعت؟ ما الذي يضحكك؟ أليست فكرة المدينة الفاضلة هي من إيحائك؟ عم بضحك عليكم كلكم. هذا اللي فهمتوه من المدينة الفاضلة؟ اللون الزهر وجلد النمر والتركواز وآخرتها بنفسجي؟ شو لكان؟ فهمينا؟ أوضحي لنا ما غاب عنا، واشرحي لنا ما استغلق على أذهاننا. مزبوط يا مولاتي، يمكن نحن غشمة شوي. معلش يا ريت كل واحد يحكي عن حاله. يا الله عن جد يا مولاتي، فهمينا شو عم بيصير. بدأنا بالمهم، قصر مولانا السلطان وقصره كمان، ثم المهم، وبعده الأقل أهمية. بالمدينة الفاضلة لا يوجد قصور، هناك بيوت ودور متماثلة وللجميع. يا سلام، شو في كمان؟ ما في كذب، ما في رياء، ما في ضحك عدقون. عظيم. ما في حروب، في سلام. يا سلام، أنا أصلا مع السلام. ما في ظلم، في عدل. يحيى العدل، يحيى العدل. ما في خوف، ما في قهر، في أمان واطمئنان. صح، عظيم. ما في تسلح، ما في صراعات ولا نزاعات، لا إقليمية ولا دولية ولا حتى نزاعات طائفية أو مذهبية. ما في تهريب سلاح. الحمد لله أنا سلاحي معي وغير مهرب. ما في عصابات خطف وسرقة وقتل وتدمير، ولا جماعات ذبح وتفجير. عظيم، ممتاز، هذا ما نريده. ما في غني ولا فقير، ما في كبير ولا صغير، ما في جوع ولا مرض ولا تعتير. هذا اللي بدنا إياه. ما في أسياد وما في عبيد. ما في، ما في ناس بيهيمنوا على ناس ولا ناس بيخضعوا لناس. بدأت الأمور تتصاعد، إلى أين؟ كل الناس متساويين. حسنا، بالحقوق وبالواجبات الكل متساويين، بس ناس أحسن من ناس. لا، كله ما في ما في ما في ما في. شو اللي بيه؟ ما ضل شيء. كيف ما في؟ في حرية، في ازدهار، في مساواة، في عدل، في صدق، في حسن جوار وأخوة وتآلف. كل الناس فيها عايشين ومبسوطين ومرتاحين وعايشين بحب وتآلف، وعم يعملوا واجباتهم على أكمل وجه، وعم ينالوا حقوقهم. هذا ما أريده، وهذا ما أسعى له بكل طاقتي. هذا ما أريده في هذا العالم أجمع. مولاتي، لقد رسمت صورة جميلة وزاهية عن المدينة الفاضلة ما كنا بنحلم فيها. بس شو؟ لسه ما اكتفيت؟ يا مولاتي، كل ما ذكرتي يكفي ويزيد، والمكتوب يقرأ من عنوانه. المدينة الفاضلة التي ذكرتها يا مولاتي هي حلم، وحلم البشرية جمعاء. سأعمل على تحقيق هذا الحلم للعالم وللبشرية جمعاء. في المدينة الفاضلة لا يوجد قصر سلطان ولا حتى سلطان، لأن الناس يحكمون نفسهم بنفسهم، ما بدون من يحكمهم. لا يوجد سلطان. بشر يا مولاي. يؤجل هذا القرار للبحث فيه في وقت لاحق. عجبك اللي عملتيه؟ لا تحكي معي شهريار. الفكرة فكرتك والمشروع مشروعك. واجهت العالم كله، تحديتهم كلهم،
لحتى حقق لك حلمك وحلم البشرية بإقامة المدينة الفاضلة، حضرتك بفكرة صغيرة بكلمة واحدة نزفتي المشروع من أرضه. احكي قد ما بدك وبربر قد ما بدك، انا ماني سمعتك. لا بدك تسمعيني، بدي احكي وبدك تسمعيني. باقامه مشروع المدينه الفاضله انا كنت بدي ادخل التاريخ، بس انت جيتي سكرتي علي الباب، صارت رجل برا ورجل جوا، صرت برات التاريخ وبرات الجغرافيا كمان. لا مبسوطه يعني؟ لا والله مو مبسوطه، بس بنبسط اكثر اذا بتسكت. وانت ليش ما سكتتي؟ ليش بقيتي هالبحصة؟ ضروري تقليلي انه المدينه الفاضله لازم ما يكون فيها سلطان وسلطانه حتى. هذا الحكي مو جايبته من بيت أهلي، هاي شروط المدينة الفاضلة. يعني بدك هذا السلطان تخلى عنه؟ كبه ورا ظهري لمجرد فقط أنه المدينة الفاضلة ما لازم يكون فيها سلطان؟ يعني شو بينقصها دخيلك؟ شو بينقصها إذا كان فيها سلطان؟ شو اسمه هذا؟ شو اسمه هذا اللي بيحكيه؟ شو اسمه؟ فيلسوف؟ إيه فيلسوف، شو اسمه؟ أفلاطون. إيه أفلاطون، أفلاطون جاي فلسف علي. إيه أنا بتفلسف على عشرة مثله. بعرف حبيبي البركة فيك، بس يا ريت تكمل فلسفتك برا وتريح لي أداني. وينو؟ وينو هذا الكتاب؟ وينو؟ وين حاططني؟ أعطيني إياه، أعطيني إياه، وينو؟ شو بدك فيه؟ لا تكون بدك تتصفح يا حبيبي؟ لا، بدي لاقي حل لهالورطة اللي ورطيني فيها. وشو الحل بقى؟ الحل بسيط كثير. الصفحة اللي مكتوب فيها إنه المدينة الفاضلة ما فيها سلطان بشقة بكل بساطة. بتشقة؟ طبعا ايه طبعا، بمزقها من الكتاب هيك. بهالعمليه انا بطبق كل مواصفات المدينه الفاضله باستثناء موضوع السلطنه والسلطان. ايه لا حبيبي، هذا الموضوع كامل ومتكامل لا يقبل التجزئه، وبدك تاخده من غير شروط. مستحيل مستحيل يا شهرزاد، مستحيل. اي واحد بالعالم ممكن يصير عليه ثوره او انقلاب، ممكن ينزلوه عن عرشه، ينتزعوا السلطه منه انتزاع. اما انا يعني هو يعمل انقلاب على حاله، يعمل ثورة على نفسه ويشيل حاله من العرش؟ شو شايفتيني مجنون؟ كون أول مجنون ودخول التاريخ يا مجنون. مستحيل مستحيل، أنا بدي أسكني التاريخ وأنا في القمة وأنا في ذروة مجدي وعن فواني. آخ يا شهرزاد، يا ريتك يا ريتك يا ريتك خليتيني حقق حلم المدينة الفاضلة. يا ريتك. لا ليش حطيتيني العقدة في المشار؟ ليش ليش؟ إذا بدك تعمل مدينة فاضلة بدك تضحي بنفسك. مستعد؟ أنا مستعد ضحي بنفسي، ولكن لا أستطيع، إنه أغلى علي من نفسي. هاي مو شروطي أنا، هاي شروط إنشاء المدينة الفاضلة حسب ما قال أفلاطون. أفلاطون أفلاطون يقف كالسد أمام طموحاتي. وينه؟ شو هو؟ الكتاب. بين الكتب الثانية. أريد أن أمزق كل الكتب وأرميها بعيداً. طول عمري بعرف أن الكتب تخريب للنفوس وإفساد للعقول. أعطني إياه. هذا مفتاح. أي مفتاح؟ مفتاح اللي ما بفارق. وينه؟ تفضل، هاي المفتاح. روح فشخلقك وعصبيتك على الكتب، هذا أكتر شي بتقدر تعمله.